حلقه النهارده انا عايز اوريكم المسقعه بالجبنه القريش، بس المسقعه دي مش هندخلها الفرن. وبعدين في الفقره الثانيه عايز اوريكم تركيبه من النكهات العجيبه شويه، بنجر وكريمه حمضه ورنجه. اهلا بيكم في حلقه جديده في مطبخ 101. النهارده انا عايز اعمل لكم المسقعه. المسقعه عباره عن ايه؟ عباره عن شويه باذنجان، بتنجان مع صوص طماطم عاده، و يعني ممكن لحمه مفرومه ممكن مش لحمه مفرومه. اللي انا عايز اعمله، انا مره كلت في اليونان كلت مسقعه موساكا معموله بجبن القريش من غير لحمه، عجبتني جدا. يعني اللي انا بعمله النهارده ان انا بجمع الشكل كمان اللي اكلته هناك، وكمان نكهات احنا متعودين عليها. نشوف ايه المكونات. بتنجان طبعا، هنا في بتنجان متقطع شرايح بتاع سنتي ومرشوش عليها ملح من ناحيتين، وبنديها فرصه ان هي تصفي الميه بتاعتها. ليه بنصفي الميه بتاعتها؟ عشان الميه دي بتمرر، فانا مش عايز المراره في البتنجان. بصل، بطاطس، بصل بطاطس مين، بصل وطماطم وبيوري من الطماطم، جبنه قريش، وطبعا بقيه الحاجات عشان الصوص، شويه توم، شويه مستكه، شويه زعتر، وشويه حبهان، وكمان طبعا عود من القرفه. خلينا نبتدي في الصوص الاول. بصل، صوص الطماطم ده سريع، تمام، بصل، ملح، تمام، وزيت زيتون، تشويحه كده في السريع، عود قرفه معهم، مستكه معهم، كل الكلام ده في الاول، ها، شويه زعتر والحبهان المطحون. ببني اساس للايه؟ للصوص نفسه. هي نفس الطريقه اللي احنا بنعمل بيه صوص الكاري، صوص دايما بنبني اساس بحاجه ايروماتيك مثلا زي البصل او الجنزبيل او الفينوكيا او الشمر، الحاجات دي، تمام. حتى دلوقتي ريحتها باينه جدا، المستكه وكمان الحبهان، مع ان احنا حطينا قليل جدا. طماطم فريش مكعبات، جميل. حلو قوي الكلام ده. بعد كده الايه؟ سوري، قبل دي معلش، توم. كل الشباب تلعب مع بعض، 30 ثانية نار عالية، فأنا ايه بنجز. حسيت النار عالي هبعدها عن الايه؟ العين شوية، وبعد كده ارجعها، تمام؟ ممكن لو مش عايزين ده ممكن شوية مية، لكن خلينا في الطماطم قوي، تمام؟ خليها طماطم طماطم يعني. كل الكلام ده خش مع بعض، نوطي عليه النار ونايه؟ نحطه على جنب، جميل. وبعد كده نبتدي في ال يعني في 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 نجم الشاشه، نجم الشباك بتاع الطبق اللي هو المسقعه. يعني المسقعه ما تبقاش مسقعه من غير بتنجان، صح؟ تمام. بس دي عايزه شويه فلفل، وديها شويه كده، بقيت شويه زعتر، سنه ملح، شكرا. تمام شباب، دول شكرا، جميل. فضلنا ايه؟ فضلنا البتنجان، بتنجانة كبيرة، تمام؟ دي اتقطعت شرايح، يعني احنا مسكنا مثلا ايه سنتي وقطعناها، وبعدين حطينا عليها الملح، حتى باينة ان المية بدأت تطلع تقب من على الوش. لو نقرب قوي 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 هنلاقي ان هي ايه؟ بدأت تبان، تمام؟ اجيب فوطة، منديل، الطاسة دي نسخنها،
شوية زيت زيتون. جميل. ناخد الأستاذ ننشفها عشان ينزل على الزيت على طول. شايفين المية اللي طلعت منها؟ آخر واحدة اهي. حلو جميل. موضوع سهل، موضوع مفهوش تعقيدات. يعني احنا عايزين نحمر دول بس ايه من على الوشين. تمام. عشان بس ايه يبقى جاهز. بس دي اكبر، دي اكبر. تعال انت كده. تمام. اقعد انت كده مع نفسك. صوص ظريف جدا. ها ندوق ونشوف هي محتاجه ايه. دي هتسخن. انا يعني نستخدم طاسه اكبر لو حسينا الموضوع مش هيسعفنا نحط طاسه اكبر. زيت الزيتون اهو. مش عايز احط زيت كتير، ومش عايز ايه احس ان هي مزيته بزياده. لا مش عايز كده خالص. تمام. تعالى 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 انت كده جوه هنا، وانت كمان اهو، وانت اهو. شكرا. هبتدوا بقى يتكلموا. يعني بنتكلم في ايه، دقيقتين ثلاثه على كل ناحيه، ممكن اقل من كده حسب بقى ايه لو احنا مسخنين طاسه او لا، حسب حجم البتنجان. لو البتنجان نفسه، لو البتنجان نفسه أطخن يبقى هيقعد وقت أطول، منطقي. تمام. لو البتنجان أرفع يبقى هيقعد وقت أقل. هي على سنتي سنتي، هي هتقعد مثلا إيه 3-4 دقايق على أول ناحية، والناحية التانية هتبقى دقيقة ونص، دقيقتين، مش هتبقى نفس الإيه التوقيت على الناحيتين. تمام. ليه؟ لأن الطاسة بتبقى أسخن لما بقلبها عن ما كانت لما حطيت على الوش الاولاني. تمام. يعني كده شوف الاساتذه اخبارهم ايه. حلو قوي. انا بقعد الفهم كده كتير عشان ايه، عايز يعني بعمل تشيك عليها كل شويه. طيب ناخد الطبق اللي انا اقدم فيه. انا عايز اعمل حركه بقى ايه، حركة حلوة. احنا هنعمل انا دي هركبهم فوق بعض زي الملفوي، زي الملفوي ان هي تبقى طبقات. تبقى ايه، بتنجان، شوية صوص، بعد كده بتنجان، بعد كده جبنة القريش، وبعد كده صوص، وبعد كده بتنجان، وهكذا. فانا عشان ما يملش معايا، او عشان اسهل معايا ان هو ما يملش، تمام، واخد خلة. تمام. وهركبهم وهركب فوق بعض. تمام. وبعد كده هشيل الخلل تبقى ايه تقف مظبوطه. ايوه ايوه هو ده الكلام. هنا بقى ايه شويه فلفل. شكرا. تمام. نرجع بقى للاستاذ نشوف الصوص بتاعه عامل ازاي. ده انا مش عايز اضربه في الخلاط، انا عايزه يبقى باين حتت الطماطم اللي فيها. تمام. يبقى ليها البابه كده، ليها حاجه اندخ فيها وكده. او واو. شوف دي هتقول معانا ايه. حبهان، مستكة، زعتر، فلفل، طماطم. هو ده الصوص المظبوط. تمام. صوص فريش كده، صوص بيبرق،
تمام، مش صوص مطفي ومتسبك بزياده. طيب احنا كده قربنا، ناخد الصوص. تمام، الصوص ده بالنسبه لي هو اللي هيمسك لي الدنيا شويه، تمام، عشان ايه البتنجان ما يتزحلقش. ناخد بقى ايه اطخن واحده او اعرض واحده، هي اللي دي اللي تبقى من تحت. حلو قوي. نحط بقى ايه خله، هو ده اللي هركب عليها. جبنه قريش، تمام، عايزين نطلع ايه حتت على الجنب هنا. جبنه قريش ساقعه مع بقيه الحاجات سخنه، هي فرق درجات الحرارة برضو بتدي إحساس مختلف في البق. تمام، فخلينا إيه نلعب كده، نشيل الخلة عشان أعرف أحط دي. تمام، بعد كده شوية صوص. جميل، اللي بعده ونكمل برضو زي ما عملنا. هكذا، تمام، صوص واخر واحده. مالك خربان مني ليه؟ اهو. بعد كده نديها اخر شويه جبنه قريش. تمام، شويه صوص. هنا بقى نكتر الصوص شويه، عايزه يقع من ناحية واحدة بس يسيب لي الناحية التانية سليمة. تمام، ادي كده المسقعة سريعة جدا، تمام، بصوص الطماطم السريع. هنطلع فاصل، لما نرجع من الفاصل هوريكم السلطة بنكهات ظريفة رنجة. نشوفكم في الفاصل، الفقرة التانية. فاصل، ودلوقتي هوريكم سلطه البنجر مع الرنجه. الرنجه من الحاجات اللي معظم الناس بتخاف منها، لكن اللي بيحبها جدا جدا جدا. انا عايز اوريكم ازاي نقدر ان احنا مش بس ناكلها مع الليمون والفجل والبصل الاخضر وكل الكلام ده في شم النسيم، لا، ليها مواسم تانية ممكن ناكلها طول السنه. عندنا دلوقتي بنجر، طبعا شوية كريمة حامضة، شوية ليمون جوس اللي هو عصير الليمون، وشوية خل أبيض، شوية كرفس، شوية بصل أبيض، وطبعا الرنجة. بالنسبة للبنجر اهي، مثلا ادي كده بنجراية، تمام، في مية هنا بتغلي، هنحط عليها شوية خل. جميل، وكمان نحط عليهم ملح، ما تخافوش من الملح. تمام، بعد كده ناخد دي وتتسلق فيها. دي هتتسلق، هتاخد لها مثلا ايه يعني، لو دي لوحدها دي ممكن تاخد مثلا نص ساعة لوحديها.
لو بنعمل كميه اكتر طبعا هتاخد كميه وقت اكتر، تمام. لكن الموضوع اللي احنا هنشوفه في الاخر، تمام، نطوا معايا كده في الوقت، هنلاقي ده هيطلع وبعد كده يتقشر، بعد كده ده البنجر معانا اهي، تمام. مش هقطعها دلوقتي عشان زي ما انتم شايفين هو ما بيصدق ان هو يطلع لون في الايدين، فدي هخليها اخر حاجه خالص، تمام. جميل. كرفس، انا عايز اعمل الصوص بتاع الـ 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 الطبق ده، تمام، من الكريمه الحامضه وكده، وعاملها مع شويه كرفس. فالكرفس هنفرمها ناعم جدا ونقطع شرايح رفيعه خالص. كرفس هنا هتساعد ان هي تشيل الزفاره بتاعت الرنجه، الطعم الفشي السمكي قوي بتاع الرنجه، تمام. مش كده، بقطعه حاجات صغيره عشان نلاقي كرفس بيفرقع في بقنا كل فين وفين، تمام. وبعد كده هناخد البصل، تمام، ادي نص بصلايه هنعملها ايه، ممكن نقطعها شرايح او ممكن نقطعها مكعبات. انا عايز اطلعها مكعبات، هعمل مكعبات فينو، هعمل مكعبات رفيعه صغيره عشان ايه، تبقى قريبه من حجم الكرفس اللي احنا حطيناه. حلو، جميل. ماشي، شكرا كده، تمام. بعد كده عندي كرفس والايه والبصل، حطهم هنا في بولة. مع شوية عصير ليمون. تمام؟ مع شوية زيت زيتون. جميل؟ ملح وفلفل. حلو قوي. نيجي بقى للبنجر. البنجر انا عايزه يبقى هو حتت كتل، تمام، او ويدجز، نقطعها بالنص بعد كده ايه، نطلع الويدجز، تمام. يبقى عندي ويدجز من البنجر، شايفين الميه قلبت احمر ازاي، تمام. ادي كده مثلا ويدجز، لكن برضو ايه، ممكن اخد العب شرايح، يعني نلعب بالشكل اللي تعجبكم يعني. بقولك ايه، بقولك ايه، احنا فهمنا انت هتقعد تتسلق وبعد كده هنقطعك، بس مش لازم تزعق لنا. جميل، بس حلوين دول، تمام. حلو كده معانا. نبتدي نفكر ازاي هنبني الطبق. اخر حاجه بس ايه، الدريسنج، كريمه الحامضه كده هيخش مع بعض يعمل صوص ظريف. صوص بيبرق، صوص يعني ايه، صوص بيفتح بيفتح اللعابه نفسها ان هي بتجري الريق، تمام. في برضو نوع من انواع السلطه دي مع البنجر ومع صوص من الزبادي والفجل الابيض، هورس راديش، نفس الايه، نفس الفكره، لازم في حاجه طعم قوي عشان يقدر يسند البنجر ويقدر يقف يدي الند للايه، للرنجه، تمام. طيب السادس دول على جنب عشان هاخد الرنجه، تمام، ده رنجه فيليه، وابتدي ايه، اقطع منه الحتت الاجزاء اللي انا عايزها، تمام، بسكينه بشيل حته، تمام، الثانيه وادي الثالثه والرابعه والخامسه، تمام، ونركب الطبق. انا هستخدم طبق ازرق، ممكن استخدم طبق اسود، لكن عايز استخدم طبق ازرق ليه، لان الازرق لون البحر
فخلينا ايه يعني دي حاجه بيني وبين الطبق يعني مش لازم انتوا مش لازم تبقى طبق اسود يعني او طبق ازرق ممكن يبقى طبق ابيض مفيش مانع من الطبق الابيض لكن ايه هنعمل فرش كده للبنجر الحلقات اللي انا عاملها جميل وبعد كده ايه الوجز جميل رنجة حلو بعد كده ايه اخر حاجة الدريسنج في النص وهي نقطة تمركز للعين تمام بنجر تنين وشكرا ادي كده ايه ببساطه شديده يعني سلطه الرنجه بالايه بالبنجر وصوص من الكرفس والبصل تمام عايزين بقى تزينوها اكتر خدوا شويه حلقات بصل تمام من على الوش تمام بلاش دي وخلاص بس كده الكرفس فريش تمام او تشايفز او بصل اخضر ايه ورق البصل الاخضر نفسه مفيش مانع بس كده ادي كده حلقه النهارده خلصت مسقعه بالجبنه القريش وصوص طماطم بال حاطين فيها حبهان وكمان عملنا ال سلطة سهلة جدا بس معقدة من ناحية النكهات في بنجر طعم قوي في الكريمة اللباني مع الكرفس والبصل والزيت الزيتون والليمون وعن آخر حاجة الرنجة نفسها كل الحاجات دي يقدروا يسندوا مع بعض ويطلعوا بالعكس طبق شيك طبق طعمه عالي رفيع يعني حلقة خلصت اشوفكم في الحلقة الجاية ان شاء الله keep on cooking استنوا في الطبق